طبعا يا رب تكونوا بخير. معاكم في الفيديو بتاع النهارده طريقة خط تحسين الخط لتلاميذ المرحلة الابتدائية. هنتبع 5 قواعد أساسية لتحسين الخط. زي ما انتم شايفين دي كراسة صفحة مخططة اهيت وخطوط اهي مستقيمة. 5 قواعد هنكتب 5 قواعد لتحسين الخط. القاعدة الأولى نمرة 1 استقامة السطر. إقامة السطر. يعني التلاميذ لما بتيجي تكتب بتنزل على السطر. ممكن نكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، تلاقي نازل على السطر. لازم يتبع استقامة السطر. هنقوم كاتبين بسم الله الرحمن الرحيم اهي على السطر. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف دي نازلة من على السطر، دي بيبقى شكله وحش. انما شوف اللي على استقامة على السطر بيدي شكل جمالي للخط. القاعدة التانية نمرة 2 الطول. الطول اللي هي طول الحروف. طول الحروف. لما بنيجي نكتب مثلا الألف، الحروف اللي هي الألف واللام بتبقى نهايتها نهاية السطر، يبقى هنا الكلام كلمة وكلهم على استقامة واحدة، الطول واحد. الألف واللام والكاف والطاء والظاء طبعا. الطاء بالألف اهي والظاء واللام ألف، دي الحروف الطولية، يبقى كلها نهايتها تبقى ماشية على السطر، استقامة السطر ونهايتها على السطر اللي فوقيه. هنيجي نكتب هنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ملاحظين كله الخطوط الطولية كلها والحروف الطولية اهي على اخر الخط، وهنا استقامة مستقيمة على الخط. دي القاعدة رقم 2. هنيجي القاعدة رقم 3 الحروف الهابطة. الحروف الهابطة. الحروف الهابطة يعني بمثلهم في 3 كلمات: صقر وعجل سمين والهاء.
صاد حرف هابط، والقاف حرف هابط، والراء والواو والعين والجيم واللام والسين والميم والياء والنون والهاء. الحروف الهابطة بمثلها في الكلمات دي: صقر وعجل سمين والهاء. زي الصاد اهي، دي حرف هابط. القاف اهي تحت السطر، الواو، العين، الجيم، اللام، السين، الميم، الياء، النون، والهاء. يبقى هي صقر وعجل سمين والهاء. هنيجي القاعدة الرابعة: المسافات. منجيش نكتب ألم نشرح لك صدر. هنا المسافة دي خلاف المسافة دي خلاف المسافة دي، لازم بين الكلمة والتانية يكون المسافات زي بعضها. مثلا هنكتبها ألم أهي دي الغلط، صح بقى نكتبها أهو ألم، نحط نقطة، نشرح، نحط نقطة لك، نحط نقطة صاد راق. يبقى المسافات قد بعضها بين الكلمة والتانية، المسافات دي قواعد أساسية. القاعدة رقم خمسة: تناسق الحروف. تناسق الحروف اللي هي ايه؟ الحجم. ما نجيش نكتب كلمة الحرف فيها كبير وفي حرف صغير، وليكن مثلا الله أكبر، لقيت التلميذ بيكتبها كده الهاء كبيرة كده، بيكتب الكاف صغيرة كده، هنا كبيرة والراء صغيرة، بتديش شكل جمالي. هنيجي نكتبها بقى الله أهو أكبر. الحروف قد بعضها، مفيش المسافة بين دي ودي قد بعضها، واللي على السطر على السطر، واللي تحت على اللي تحت السطر الراء، والألف آخره السطر اللي فوقيه. نكتب برضك الحمد لله رب العالمين. دي شكل جمال. يبقى القواعد الأساسية: استقامة السطر، الطول بتاع الحروف، بنراعي الحروف الهابطة، المسافات بين الكلمة والتانية، التناسق الحروف، ما يكونش حرف كبير وحرف صغير. وبكده ينتهي درس النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.